قعطيب ربيع ولد المدينه ديال قنيطره. تنشكركم اولا على الاهتمام ديالكم بهذا الموضوع وبالاهتمام ديالكم بمدينه قنيطره، وانا متاكد بان هذا الشيء فيه الخير للجميع. تنغتنم هذه الفرصه هذه باش نشكر السلطات المحليه اللي اولا نجحات استحقاقات ديال الغرف المهنيه بجداره واستحقاق. ثانيا باش نوضعكم في السياق، هو ان هذه الحركه فيها كفاءات واطر وكوادر من المدينه العزيزه علينا كاملين. الرؤيه والمقاربه اللي مشينا بها هو اننا نطويو الصفحه ديال رموز الفساد في المدينه. المدينه هي مدينه شريفه تستحق زعما من ناحيه الحكامه اكثر من ذلك. المرجعيه ديالنا في العمل هي الخطابات الملكيه، والاخوان كلهم تيقدروا بان الخطابات الملكيه هي بمثابه ظاهر وبمثابه قانون. وفي الخطاب الملكي السامي سيدنا الله ينصرو تاكد على ان لا تقبل منا شكايه لو وضعنا مفسدين فوق الرؤوس ديالنا. احنا تبنينا هذا المبدا هذا وحاولنا ان نديروا ثوره الملك والشعب بيننا وبين سيدنا باش ان المفسدين والناس اللي تيكونوا رموز الفساد في المدينه يطويو الصفحه ويخليوا المجال للكوادر والناس اللي باغيين طاقه ايجابيه للمدينه. وبالتالي خصنا نقولوا بان هذه الفتره هذه بالضبط ديال الانتخابات المواطن عليه واحد المسؤوليه كبيره. المدينه ديال قنيطره ستعاني حيت شفنا بان رموز الفساد رجعوا من جديد. كاين الناس اللي باغيين يورثوا المجالس، كاين الناس اللي الاسم ديالهم اللي فيهم هذا الورث هذا فيهم الاسم ديال الورث وباغيين انهم يبقاو في المجالس رغم ان عندهم احكام قضائيه. انا تنسطر على هذا المستوى هذا بالفساد الانتخابي وبان تعتبروا بان المواطن عنده الذاكره ديال النمل. حنا في هذه اللحظه بالضبط الدور ديالنا الاساسي هو نذكروا المواطنين بالسيفيات ديال هاد الاخوان ونعرفوا بان كاين طاقات يمكن لها تاخذ البديل. حنا من واحد الناحيه تنقولوا هاد الناس ما عندهمش حق يرجعوا للمشهد، وكذلك المؤسسات الحزبيه باش تفرز مؤسسات دستوريه راه بالضروره علاش تختار كفاءات. اي حزب دابا حط في اللوائح ديالو ناس عندهم فساد انتخابي يتحمل المسؤوليه ديالو باسكو المؤسسات غتكون غير دستوريه. المدينه في الوضع الراهن عندها خيارين، سواء انها غتمشي في التسييس ديال الدين، عندنا تجربه ديال 10 سنين ما قدرناش اننا نخرجوا منها، ولا انها تمشي لعند هاد المفسدين اللي هما عاوتاني رجعوا بقوه خارقه ورجعوا انهم تيخدموا على ما اظن طرق غير سليمه تقدر تكون فيها المال ولا شي حاجه. وبالتالي انا تنقول للساكنه ديال القنيطره الاكبر الحق هو اننا في الظروف الحاليه قاعدين نديروا اليد في اليد، وجينا الحزب اللي هو حزب شريف، كاع جدودنا هما من الحزب ديال الاستقلال، كاع والدينا من الحزب ديال الاستقلال، بغينا الظروف ديال المدينه تغير. وكما قلت المدينه ما ناقصها حتى شي خير، خصها غير الحكامه. وملي تنقول الحكامه شحال من مسؤول تيهضر وتيقول الحكامه، ارجوكم سولوهم شنو هي الحكامه، ارجوكم قول لهم عطونا التعريف ديال الحكامه. هادو الناس لا يعرفون شيئا الحكامه، هادو الناس يستغلون النفوذ، وهادو الناس ما ساخينش بالكرسي. وحنا كشباب وكما شفتوا معنا طاقات ايجابيه، لن نتخلى على مدينه القنيطره، لا نريد لا مالا ولا سلطه ولا 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 ولا, ولا نفوذ. حنا تنقلبوا على حاجه واحده، وهذه المدينه نعطيوها واحد السياق جديد. راه اللي خصكم تعرفوا هو باش تشوف غير السما في القنيطره، نظرا لهذا الفساد اللي كاين في التهيئه المعماريه، خصك الا بغيتي تشوف السما خصك تنعس على ظهرك. لو بون هذه القنطره اللي كاين ديال ولاد الرجال تبنات على حجر ديال واد سبو وعادي تطيح. دابا راها في لا فينيرابيليتي، يعني فيها واحد الهشاشه. المدينه ديال القنيطره ما عندهاش حي صناعي مركب. شوف سيدنا راه بغى القنيطره بغاها تكون قطب اقتصادي بحال بحال المدن الاخرى، بغاها من الاقطاب الاقتصاديه في افريقيا. بهاد الناس بهاد هذا الممثلين ديال المجالس راه ما يمكنش النموذج التنموي الجديد يتنزل. دونك هلموا يا اصحاب الكفاءات، هلموا يا شباب القنيطره، لا تتركوا المجال للفاسدين. وشكرا جزيلا على الحضور ديالكم.